مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. أتمنى كالعادة أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. في حلقة اليوم لدينا هذه آلة الحلاقة، بها مشكل أنها لا تشتغل وسوف نقوم بإصلاحها. إذا تابعوا معي حتى الأخير. لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة بالنسبة للجدد وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تابعوا معي. إذا الآن سوف أحاول أن أضعها في الشاحن لمدة لا يقل عن ساعة لكي أرى. إذا لا لمبة ولا شيء مشتغل. إذا سوف أنتظر. إذا بعد ساعة من الشحن إذا فإنها لا تعمل. سوف أقوم بفتحها ثم لاحظوا معي بعض الأسلاك متقطعة من اللوحة. إذن الآن سوف أقوم بفك هذه الأسلاك. وأيضا أنها ملتوية على بعضها البعض. لاحظ معي هذا السلك الأسود ظهر به النحاس، إذن سوف يسبب لنا تمس. إذا سبب التواء هذه الأسلاك نظرا لأن صاحبها يقوم بفتحها وغلقها، والفتح والغلق يعتمد على دوران الغطاء. إذا لاحظ معي أنا قمت بتفكيك كل سلك على حيطة. هذه الأسلاك سوف أقوم بتغييرها بأكملها لأنها أصبحت غير صالحة. إذا سوف أقوم بسحب البطارية إلى الخارج، لأن السلك الأبيض هو موجب هذه البطارية، سوف أقوم بسحبها عن طريق هذا السلك. إذا قمت بإخراج البطارية، هذا هو شكلها، بطارية ليثيوم عادية. إذا هذا السلكين الأزرق خاص بالمحرك. إذا الآن سوف أقوم بتجربة المحرك، هل هو شغال أم لا؟ إذا لاحظوا معي المحرك لا يعمل ولا يشتغل، لا يشتغل أبدا. إذا المشكل قد يكمن من الأسلاك، قد يكون في الأسلاك أو ربما من المحرك. إذا سوف نقوم بفتح المحرك من هذا المكان. سوف أقوم بفتح هذين البرغيين. ثم سوف أزيل هذه القطعة، قطعة ألمنيوم، هذه قطعة ألمنيوم، سوف أقوم بفتحها بهذه الطريقة. وبعدها سوف أقوم بسحب هذه القطعة البلاستيكية المرتبطة بالمحول، عفوا المحرك. إذن سوف أقوم بفكها أيضا. إذن قد وصلنا إلى المحرك، هذا هو. إذن سوف أقوم بتجربته مباشرة. إذن لاحظوا معي المحرك لا يعمل، المحرك لا يشتغل. إذن سوف أقوم بفتحه أيضا. عندما قمت بفتحه سوف أقوم بالتجربة بدون القطعة البلاستيكية الموجودة. لاحظوا معي اشتغال المحرك. إذا المحرك ليس به أي مشكل، يعمل. إذا المشكل في هذه القطعة البلاستيكية، توجد هذه الأسنان التي تلعب القطع المعدنية المرتبطة بالملفات للمحول والتي تسمى بالكوليكتور. إذا الآن سوف أقوم بتجربتها بعد أن قمت بطيها نوعا ما. إذا المحرك يعمل بشكل جيد. إذا سوف أقوم بغلق هذه الأسنان وسوف أعيده إلى مكانه.
ده لدينا هذه البطاقة، بطاقة تظهر أرقام نسبة الشحن، وأيضا أثناء عملية الشحن تظهر إضاءة حمراء باللون الأحمر. إذا هذا جيد، إذا سوف أقوم بالتجربة مرة أخرى. إذا المحرك شغال بشكل طبيعي، إذا سوف أركب الشفرة. إذن بعد الانتهاء من المحرك سوف نمر الآن إلى البطاقة. أولا سوف أقوم بقياس البطارية، هل هي مشحونة أم لا. إذن سوف أضعها في هذا المكان الموجب في السلك الأبيض وأستلم مع البطارية. إذن البطارية تقريبا مشحونة، الفول تشارج يكون 4.1 فولت، لكن تقريبا هي مشحونة. إذا سوف أقوم بإزالة هذا السلك الأبيض لأنني سوف أقوم بتعويض جميع الأسلاك، سوف أقوم بتغييرها. إذا أحضرت هذا الكابل الخاص بالكابل USB، سوف أقوم بإزالة هذين السلكين الأحمر والأسود. الأحمر سوف أقوم بتلحيمه مع الموجب. سوف أضيف هذه القطعة. إذن جيد، البطارية تظهر مشحونة. إذن هنا السلك الأسود سوف أقوم بوضعه في السالب. إذن جيد، انتهينا من البطارية. أيضا سوف نمر الآن إلى البطاقة، هذه هي. إذا سوف أركب سلك الموجب مع باتري بليس وسلك السالب مع باتري موان. وهذا السلك الأخضر مع كأ، أظن أن كأ مسؤول عن الضغط عن الزر، وكادو مع السلك الأخضر، والأبيض مع LA. ظن الآن مسؤول عن تشغيل إضاءة الشاشة. إذا قمت بتركيب جميع الأسلاك، الآن سوف أقوم بقصها كي يكون القياس واحد. إذا جيد، كل شيء جيد. إذا نأتي إلى هذه البطاقة، أيضا هذه البطاقة مسؤولة عن الشحن و تشغيل وإيقاف. تلاحظ معي هذه الأسلاك كيف أصبحت. إذن الآن سوف أقوم بتركيب كل سلك في مكانه.
إذا الآن سوف أقوم بتركيب كوس سلك في مكانه. الآن الأسود سوف أقوم بتركيبه مع بي ناقص أو باتري ناقص، والسلك الأخضر ك واحد مع ك واحد في اللوحة الأخرى. الأمر أن نوعا ما هذا المكان ضيق، تقوم بتركيبه. الآن السلك ك دو مع ك دو. إذن و ال بلس أو ال أ سوف يكون مع ال ال أ، و ب باتري بلس سوف يكون مع ب بلس. إذا هذا جيد، قمنا بتركيب كل شيء. إذا يتبقى لنا فقط البطارية والمحرك. إذا الآن سوف أقوم بتركيب المحرك. سوف أقوم بتركيبه في كا كا واحد وكا اثنين. جيد، تبقى لنا البطارية. سوف أقوم بتركيبها في الأحمر في بي بلس أو الموجب. المكان ضيق نوعا ما، والسالب في السالب. ب ناقص. إذا لاحظوا معي اشتغال الشاشة، الشاشة تشتغل. إذا سوف أقوم بالتشغيل الآن، لاحظوا معي الآن اشتغلت. لاحظوا معي الشفرة. إذا هذا جيد. الآن سوف أقوم بتجربة الشحن. قمت بجمعها وسأنا سوف أقوم بتجربة الشحن. إذا لاحظوا معي 87% وأثناء عملية الشحن تكون اللمبة الحمراء مشتغلة. إذا الآن سوف أقوم بتشغيلها بعد جمعها. لاحظوا معي الشفرة. تنجيد. الآن تم إصلاح آلة الحلاقة. إذا كان هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إلى اللقاء.